أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة لقاء العمالقة في الشطرنج. كل فيديو بنستضيف أحد أبطال العالم وبنتكلم عنه، وبعدين بنستعرض أحد أدواره المشهورة والأخطاء اللي ارتكبها الخصم وإزاي هذا البطل استطاع إنه يستثمرها. فيديو رقم 10 هنستضيف فيه بطل العالم إيمانويل لاسكر. إيمانويل لاسكر ألماني، وهو بطل العالم الثاني للشطرنج. إيمانويل لاسكر هو أطول من حمل هذا اللقب، ولمدة 27 سنة من 1894، وكان عمره 26 عام عندما فاز على شتاينيتز ب10 فوز و5 هزيمة و4 تعادل، ودافع عن لقبه أكثر من مرة ضد مارشال في 1907، ثم ضد ترش 1908، وفي 1910 دافع عن لقبه ضد جانوفيسكي وضد شليختر وتعادله 5-5، واحتفظ لاسكر باللقب لأنه لم يهزم. وكان هناك مفاوضات عشان يلعب ضد كابلانكا 1911، ولكن بقيام الحرب العالمية الأولى توقفت المفاوضات، وفي سنة 1921 تم تنظيم هذا اللقاء وقصره أمام الكوبي كابلانكا. كان اللاعبين في عهد إيمانويل لاسكر بيقولوا عليه إنه بيستغل علم النفس في أدواره، لدرجة إن نقلاته الضعيفة بتشوش على الخصوم وبتجعلهم يخطأ. ولكن في العصر الحالي وبعد تحليل أدواره، ظهر إن أفكاره كانت بتسبق عصره، وإنه استعمل الطرق الأكثر مرونة أكثر من منافسيه، وده هو اللي أصابهم بالحيرة. لاسكر قام بأعمال كتيرة في التحليلات المفصلة للخطوط الرئيسية للافتتاحيات، ورفض الكثير منها، وكمان ألف 5 كتب شطرنج، أهمها كتابه Common Sense، واللي وضع فيه حوالي 20 محاضرة في الشطرنج ألقاها في ندوات حول العالم، وبيعتبر من أهم مراجع الشطرنج حتى الآن. دور رقم 10 بين اللاعب الأمريكي الكبير فرانك مارشال ضد بطل العالم إيمانويل لاسكر أثناء لقائهم على بطولة العالم في نيويورك 1907 بافتتاح الراي لوبيز. E4 E5 Knight F3 Knight C6 بيشوب B5 الراي لوبيز نايت F6. دي نقلة لاسكر المفضلة للرد على الراي لوبيز. معظم اللاعبين بيلعبوا الـ A6 وبيخشوا في دفاع مورفي، لكن لاسكر بيلعب نايت F6 G4. مارشال بيلعب من أول الدور بشراسة، وهو عاوز يوصل لدور مفتوح علشان يبين إمكانياته، لكن النقلة المعتادة في هذا الموقف هي كسر. لكن مارشال لعب G4 وعاوز يستولى على الوسط ED4. ممكن لاسكر بدال ED4 يلعب نايت تيكس D4، لكن هو فضل ان يلعب E تيكس D4. كسل بيشوب E7 E5. مارشال بيلعب بمنتهى الشراسة نايت E4 نايت تيكس D4 كسل نايت F5 D5. لاسكر ابتدى يعمل هجوم مضاد، ودلوقتي بيدعم الوسط وفتح طريق لفيلو للتعبئة، ودلوقتي هو طالب الحصان. إذا لاسكر ملعبش D5 ولعب نايت تيكس E5 هيخسر قطعة فورا بعد كوين D5، عاوز واحد من الحصانين، ولو بيشوب F6 هيلعب كوين تيكس E4 والأبيض هيفوز بقطعة. لكن في الموقف ده لاسكر كمل بD5 بيشوب C6 BC6 نايت E7 تشيك كوين E7. بعد 10 نقلات الأبيض لا يمتلك أي قطعة واحدة في اللعب النشط. روك E1 بيحمي بطريقة غير مباشرة البيضة اللي على الـ E5، لأن لو كوين تيكس E5 هيلعب ببساطة F3 والحصان مربوط على الوزير والأبيض هيفوز بقطعة. لو الأبيض ملعبش روك E1 ولعب على طول الـ F3، الأسود هيكمل كوين C5 تشيك كينج H1 نايت F2 تشيك، ودلوقتي الأبيض لازم يضحي بالفرق وإلا هياخد الكشمات الفنية بالحصان، وطبعا كلنا عارفين التكوينة ديت. ولذلك في الموقف ده الأبيض كمل بروك E1 كوين H4 طالب تشيك على الـ F2 بيشوب E3 بيحمي البيضة F6 F3، وهنا لعب لاسكر واحدة من لمساته الساحرة F takes E5 وساب الحصان، وكمل الدور F takes E4. دلوقتي الأبيض متفوق بقطعة G4
عاوز الفيل جي 3. لو الابيض ما لعبش جي 3 وحاول ينقذ الفيل مباشرة ولعب بيشوب سي 1 هيخسر على طول بكوين اف 2 تشيك، كينج اتش 1، بيشوب جي 5 عاوز الوزير، كوين دي 2، كوين اف 1 تشيك، روك تيكس اف 1، روك تيكس اف 1 تشيك ميت. واذا لعب بيشوب دي 2 هيخسر برضو ببيشوب جي 4 عاوز الوزير، كوين سي 1، روك اف 2 بيهدد ببيشوب اف 3، بيشوب جي 5، روك تيكس جي 2 تشيك، كينج تيكس جي 2، بيشوب اتش 3 تشيك، كينج اتش 1، كوين اف 2 عاوز الشيك ميت على الجي 2، كوين دي 2، بيشوب جي 2 تشيك ميت. طبعا لو الابيض في الموقف ده دافع بروك جي 1 الاسود هيرد بكوين اف 3 تشيك ولازم يغطي بالرخ وهياخدها بتشيك ميت، ولذلك الابيض في الموقف ده لعب جي 3 وكمل الدور كوين اف 6 بيشوب تيكس دي 4. مارشال قرر ان هو يرجع القطعه وما يخشش في اي تعقيدات وكمل الدور اي دي 4. دلوقتي الدور وصل للتوازن المادي لكن الاسود افضل كثيرا. روك اف 1 النقله دي جت متاخره كتير وده اللي اكتشفه مارشال للاسف. كوين تيكس اف 1 تشيك، كوين تيكس اف 1، روك تيكس اف 1 تشيك، كينج تيكس اف 1، روك بي 8. لمسه اخرى من لمسات الاسكر عاوز بيدق البي 2 ولازم الابيض يلعب بي 3 علشان يحميه وبكده هياخد مربع بي 3 من الحصان اللي كان المفروض يتمركز عليه وفعلا بي 3 والاسكر رد بروك بي 5 ودي نقلة قوية. الرخ ممكن يذهب لجناح الملك أو لجناح الوزير بكل سهولة والأبيض كمل سي 4. النقلة دي بتسمح للأسود بأن يبقى عنده بدأ سالك على عمود الجين. روك اتش 5، كينج جي 1، سي 5. النقلة دي سمحت للأسود بأن بدأ السالك يتحول إلى بدأ سالك مدعم وبكده أصبح بدأ الدي 4 في منتهى القوة وكمان أخلى الصف السادس علشان الرخ يتحرك فيه بحرية وكمان أصبحت معظم بيادق الأسود على مربعات سوداء وده بيدي مساحة أكبر للتأثير لفيل المربعات البيضاء الأسود وكمل الدور نايت دي 2 وهنا لعب لاسكر نقلة أخرى هادية إنما في منتهى القوة كينج اف 7. النقلة دي جت في توقيتها الصحيح والملك الاسود دلوقتي في طريقه للوسط ولو النقله دي اتاخرت الابيض بيهدد ان يلعب روك اف 1 ويقطع طريق الملك الاسود للخروج والوصول للمنتصف. نقله موقفيه في منتهى القوه وكمل الابيض بروك اف 1 تشيك. مارشال بيتبع المبدا الشهير لا تفوت اي نقله بكش ولكن المبدا ده ليس صحيحا في كل وقت والكش دي عبارة عن إضاعة وقت وبتساعد الملك الأسود في الوصول للوسط. كينج اي 7 اي 3 وبرضه الأسكر لعب نقلة قوية وهي روك اتش 6 ودلوقتي الرخ أصبح لها ميزة إن ممكن تتحول إلى مربع بي 6 أو اي 6 عشان تهاجم بيد الأبيض في جناح الوزير اتش 4 روك اي 6 ابتدى يهاجم بيد الأبيض في جناح الوزير روك اي 1 وهنا الأسكر أكمل السيمفونية بتاعته ولعب بيشوب جي 4 وحبس الملك الأبيض في هذا الجناح. الحقيقة نقلات الأسكر كلها بتدل على عبقريته الفذة وفهمه للشطرنج. كينج اف 2، كينج اي 6، اي 4. الأبيض اضطر إن يلعب الاي 4 علشان يحرر رخه من أعباء حماية البيضة. لو كان ملعبش الاي 4 ولعب نايت اف 3 هيكمل بيشوب تيكس اف 3، كينج تيكس اف 3، كينج اي 5 والنقله دي مع روك اف 6 تشيك الابيض هيخسر بيدق الاي 4 ولذلك الابيض مضطر ان يلعب اي 4 وكمل الدور كينج اي 5. الملك الاسود وصل للوسط كينج جي 2 روك اف 6 الرخ قطع طريق الملك عن الوصول الى الوسط نهائيا. روك اي 1 دي 3 نقلة أخرى قوية من الأسكر. التقديم ده للبيدق بيخلي مربع الجي 4 والملك الأسود بيحتله
وبيبقى عنده الخيار ان يجي في السي 3 او في الاي 3 حسب لعب الابيض. روك اف 1 كينج دي 4 الملك الاسود اصبح قطعة في منتهى القوة، واي حد يقارنه مع الملك الابيض يعرف ان الاسود في طريقه للفوز. روك تيكس اف 6 لو الابيض ملعبش روك تيكس اف 6 ولعب نايت اف 3 تشيك هتبقى دي نقلة سيئة. بيشوب تيكس اف 3 تشيك، روك تيكس اف 3، دي 2 والاسود هيفوز. ولذلك الابيض في الموقف ده لعب روك تيكس اف 6، جي تيكس اف 6، كينج اف 2، سي 6. النقلة دي لها فايدة واحدة، وهي ان مارشال يستنفذ نقلاته بالبيادق، وبعد كده الملك الابيض لازم يغادر موقعه، وده هيسمح للملك الاسود بالوصول الى مربع اي 3 والفوز. او لو الابيض حرك حصانه الاسود هياخد بيدق اي 4، ولذلك الابيض مجبر على لعب اي 5، وهنا رد الاسود اي 6. وصلنا لموقف الزوجزفانج، وده معناه ان اي نقله للابيض هتكون نقله سيئه وهيخسر منها ماده، بمعنى ان الابيض امله ان هو ما يلعبش اي نقله في هذا الدور ويتجمد الموقف على هذا الوضع، اي نقله عنده هتخسر. الابيض كمل نايت بي 1 كينج تيكس اي 4 بيدا الاي ساط كينج اي 1 بيشوب اي 2 الاسود بيحاصر الملك الابيض. نايت دي 2 تشيك كينج اي 3 ودلوقتي الملك الابيض ما عندهوش اي حركة. نايت بي 1 اف 5 بالنقلة دي لاسكر حرم الحصان الابيض من انه يوصل للمربع اي 4، وبكده الملك الاسود ممكن يروح لجناح الملك بدون اي مضايقة من الحصان. لو الاسود ما لعبش اف 5 ولعب كينج اف 3 فورا الابيض هيلعب نايت سي 3، ودلوقتي لو كينج تيكس جي 3 هيلعب نايت اي 4 تشيك والبيدق الاف السالك هيسقط. ولذلك لاسكر قبل ما يلعب الكينج اف 3 لعب اف 5 وحرم الحصان من مربع الاي 4 وكمل الدور نايت دي 2. لو الابيض ما لعبش نايت دي 2 ولعب نايت سي 3 دي 2 تشيك ميت، ولذلك الابيض لعب نايت دي 2 اتش 5 نايت بي 1 الابيض ما عندوش اي نقلات كينج اف 3 والاسود رايح ياخد بيادق جناح الملك. نايت سي 3 كينج تيكس جي 3 نايت اي 4 بيدق سي الاسود سقط، لكن بيدق الاف هيتقدم بقوه الى مربع الترقيه. اف 4 نايت تيكس سي 5 اف 3 نايت اي 4 تشيك كينج اف 4 الاسود عاوز الحصان. نايت دي 6 سي 5 الابيض رجع تاني لموقف الزوجزفانج، واي نقله عنده هتخسر ماده. اذا حرك الملك في اي اتجاه الاسود هيدفع بدقه المعاكس، ولذلك الابيض لازم يلعب الحصان او يلعب بيدق البي. اذا لعب نايت دي 7 هيرد بسهوله بكينج اي 3 وبيهدد بالشيك ميت سواء بالدي 2 او بالاف 2، ولذلك الابيض ما عندوش غير ان يلعب البي 4 وكمل الدور سي بي 4 سي 5 بي 3. بدا الاسود رايح لمربع الترقيه بعد نقلتين والابيض ما يقدرش يعمل اي شيء. نايت سي 4 كينج جي 3 ودلوقتي بدا الاف هو اللي هيراقب. نايت اي 3 الابيض بيحاول يمنع بدء الاف، ولكن الاسكر لعب بي 2 ودلوقتي بدء البي هو اللي هيرقي، ولذلك الابيض سلم. الحقيقه دور بيورينا استاذيه الاسكر، ومن الصعب جدا ان اي حد يوصل مع مارشال العظيم الى موقف الزوجزفانج زي ما عمل الاسكر. ارجو ان تكونوا استفدتم من المعلومات اللي شفناها في هذا الفيديو، وأقول لكم إلى اللقاء في الفيديو القادم من سلسلة الدراسة مع المتعة لقاء العمالقة.